السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعرف على تفاصيل مباراة النادي الأهلي القادمة أمام طلائع الجيش في الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز. فيديو جديد وأخبار جديدة، لكن قبل التفاصيل يريد دعمكم بالاشتراك في القناة ودعم الفيديو بلايك. تقام مباراة النادي الأهلي القادمة أمام طلائع الجيش الثلاثاء القادم 17 أغسطس 2021، 17/8/2021 في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على ملعب الجيش بالسويس، ويتم نقل المباراة عبر شاشة اون تايم سبورت 1، ويقوم بالتعليق على المباراة بلال علام. التشكيلة المتوقعة للنادي الأهلي: في حراسة المرمى محمد الشناوي، وفي خط الدفاع من اليمين إلى الشمال أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول، وفي خط الوسط حمدي فتحي وديانج، وفي الهجوم حسين الشحات وانجرايت، محمود كهربا وانجليف، أفشى صانع ألعاب، وفي الهجوم بواليا.